برحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل، ونخصص هذا المشهد للقراءة في هذه الزيارة الهامة والتي يصفها المحللون بأنها علامة فارقة في تاريخ العلاقات البريطانية الإيرانية. فقد توجه وزير خارجية البريطاني هانت لإيران في ظل الأوضاع الساخنة في الخليج والملف النووي الإيران، خاصة بعد المواقف الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يسعدنا أن يكون معنا في هذا المشهد الدكتور محمد ماهر قبيل، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ماهر، أنا برحب بحضرتك. أهلا بك يا سيدي. أهلا بحضرتك. يعني زي ما قلت، هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية البريطاني لطهران في هذا التوقيت، دلالة هذه الزيارة خاصة في ظل الأوضاع الكثيرة الشائكة في منطقة الشرق الأوسط. زيارة تفرض دلالات متعددة في سياق توتر إقليمي غير مسبوق، ومشهد عالمي ساخن أيضا غير مسبوق. المشكلة في المنطقة أنه المنطقة دي بؤر التوتر، لكن هذا التوتر أخذ أشكال من الاقتتال والصدام المسلح في السنوات الماضية، جعل المنطقة محور تركيز العالم كله. القوى العالمية بتقتتل بينها وبين بعض على أرض المنطقة من خلال وسيط. كل طرف عالمي له أنصاره وله الأطراف الإقليمية اللي بيساندها وبيسلحها وبيمولها وبيتدربها، ومشاهد الاقتتال بتجري في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في العراق، ولكن على خلفية من التدخل الإقليمي والعالمي. نعم. المشكلة في المشهد الدولي أنه النظام الدولي العالمي أشبه برداء ضاق على الجسد. النظام الدولي العالمي هو النظام الذي وضعه الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية عندما أسسوا الأمم المتحدة بصفتها المنظمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، وخصوا أنفسهم بخصوصية المقاعد الدائمة في مجلس الأمن وبحق الفيتو. التطور الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي تجاوز نتيجة الحرب العالمية الثانية بمراحل متعددة. سقطت نظم اشتراكية متعددة بدءا من الاتحاد السوفيتي مرورا بأوروبا الشرقية. نعم. التطور السياسي والاستراتيجي أسقط وهم القطبية الأحادية نهائيا، وأسقط وهم الأحادية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. لم يعد أحد ينفرد بشيء، أصبحنا إزاء تعدد. بس عفوا على المقاطعة، هذا التطور السياسي يعني ظهر جليا في انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمنة. رأي حضرتك إيه في هذا الطرح، وكيف يمكن النظر لهذا الموضوع خاصة في ظل الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، الملف النووي الإيراني؟ تفضل. تصور وقتي بعد حل الاتحاد السوفيتي أن الولايات المتحدة ستصير القطب الأوحد. نعم. هذا التصور سقط نهائيا، لأن روسيا استعادت قوتها واستعادت حضورها في المشهد الدولي، وروسيا أصبح فيها قيصر يريد أن يستعيد لها مكانتها، واستطاع بالفعل أن يستعيد حضورها العالمي. والصين برزت كقوة صاعدة. أوروبا الغربية لم تعد كما كان يتصور بعض المراقبين دائرة في الفلك الأمريكي أو تابعة للسياسة الخارجية الأمريكية، بالعكس أثبتت استقلالها وأثبتت قدرتها على حضور متوازن في المشهد الدولي. اليابان برزت قوة صاعدة. الأكثر من كده أن في أطراف دولية كان المنظور لها أنها أطراف من الدرجة الثانية أو الثالثة، أثبتت حضورها في المشهد الدولي وأثبتت أنها لابد أن تحصل على المكان والمكانة التي تليق بها في النظام الدولي العالمي. نعم. كوريا الشمالية ظهرت. نعم. الهند طبعا، البرازيل، كل تلك الأطراف. بالتالي وهم القطبية الأحادية ده انتهى إلى غير رجعة. ده حتى
على مستوى الاتصال الجماهيري. يعني التطور التكنولوجي في مجال الاتصال الجماهيري، القنوات الفضائية والإنترنت يعني لم يترك مجال لتعتيم أو لإسدال ستائر الصمت على مشهد سياسي حول العالم إلى قرية اتصالية واحدة. نعم، أثبتت الخبرة الواقعية أنه التعلل بذريعة العجز لم يعد قائما في المشهد السياسي. أصغر الأطراف يمكن أن يستفيد من التوازنات الإقليمية والعالمية لكي يحقق ذاته ولكي طيب. يثبت وجوده. هذه التوازنات إذا نظرنا إلى هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها وزير الخارجية البريطاني هانت إلى طهران، كيف يمكن النظر لهذه التوازنات سيفندم؟ خاصة يعني ما هو الظاهر بأن هناك علاقة سيئة تجمع بين واشنطن طهران، رأي حضرتك؟ الملف النووي الإيراني يمثل حالة مثالية لرصد المشهد الدولي. يعني لو حبينا نعمل نموذج محاكاة للمشهد الدولي العالمي نشوف الملف النووي الإيراني، لأنه بيعكس كل المتغيرات اللي اختلفت في المشهد الدولي عن الحالة السابقة. بمعنى الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية خصوا أنفسهم بقيادة النظام الدولي العالمي، هم الخمسة بالفعل اللي بيقودوا الولايات المتحدة وكان الاتحاد السوفيتي وأصبح روسيا والصين بريطانيا وفرنسا. دلالة حق الفيتو دي دلالة عجيبة جدا اللي بيدون نفسهم. دلالة حق الفيتو انه لو رأى العالم بأسره رأيا ورأت فرنسا رأيا آخر، رأي فرنسا يتغلب على رأي العالم بأسره لأن لديها حق الفيتو، أو رأت بريطانيا، مش هقول حتى الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، يعني دولة حتى ليست في قامة الولايات المتحدة. حق الفيتو ده يعني مظلمة دولية عالمية، يعرق الكثير من الملفات، ده بيغلب رأي دولة واحدة على العالم بأسره. يعني دي من المزايا العجيبة اللي ادوها لأنفسهم. وبعدين على أي أساس وزعوا يعني هذه الميزة؟ هم خصوا أنفسهم بيها بصفتهم الحلفاء الذين انتصروا حرب العالمية الثانية. المشهد الدولي تجاوز ذلك. بالتالي اما نقرأ الملف النووي الإيراني ونلاقي أنه مجموعة الخمسة زائد واحد الدول الست اللي عقدت الاتفاق النووي مع طهران مرت على اتفاق فترة طويلة وبدت أثاره في سياسة إيران الخارجية، في شيء من الانتعاش الاقتصادي في إيران، في شيء من التوازن الإقليمي في إطار الاتفاق ده والتوازن العالمي أيضا. وفاجأتنا الإدارة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق. هنا بتبان دلالة سقوط وهم الأحادية المطلقة. هل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني سقوط الاتفاق، ولا في أطراف مستقلة بإرادتها مستقلة بقرارها السياسي؟ لازم ما يعترض عليه الآخرون طبعا. نعم. لأنه يعني الذي يتصور سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي أنه قطب أوحد يعيش وهم المواطن، حتى على المستوى المحلي في أي بلد في العالم لم تعد الحكومة هي القطب الأوحد. دلوقتي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى المختلفة كل طرف ليه رأي، والحكومة تحولت إلى قوة بين القوى لم تعد قوة فوق القوة. نعم. في أي بلد في العالم. نعم. الأحادية الاقتصادية المطلقة اللي كانت في إطار النظم الاشتراكية سقطت وأصبحت في قوة اقتصادية دلوقتي رأس المال الخاص قادر على فرض معادلات اقتصادية لابد أن تأخذها الحكومة في الحسبان. حتى الدفاع عن الدولة الذي كان قدس الأقداس في اختصاص الدولة، الدولة الحارس، هي ما فيش حد يدافع عن الدولة إلا جيشها النظامي. نعم. في منظمات تحرير شعبية دلوقتي ظهرت في المشهد الدولي وأثبتت قدرتها على حماية أوطانها بأفضل من الجيوش النظامية. حتى الدفاع لم يعد حكرا على الدولة أو على الحكومة أو على الكيان الرسمي للبلد. بالتالي هذه المتغيرات كلها بتفرض ذاتها على المشهد. زيارة وزير الخارجية البريطاني لإيران تأتي في ذلك السياق. يعني لا يتصور أحد أن ما هي النقاط التي سيتم طرحها خلال هذه الزيارة في رأيك؟ طبعا هي في محاولة للإمساك بالاتفاق، للحيلولة دون سقوطه نهائيا،
في توازنات بين الأطراف الخمسة الأخرى وبين طهران في إطار ذلك الاتفاق، ولن تقبل كل الأطراف أن تكون في حالة تبعية للقرار الأمريكي وأن تنسحب بدورها من الاتفاق. فالعقوبات المفروضة على إيران هي أيضا سلاح ذو حدين، بمعنى ما هو لما في طرف بيفرض عقوبات اقتصادية على طرف آخر، نعم، هو بتنعكس عليه هذه القرارات بدرجة أو بأخرى، ربما ليس بذات القدر لكن في درجة من درجات الانعكاس. لكن لما يقول أنا همنع إيران تبيع بترولها، ما يقدرش يمنع إيران تبيع بترولها، ما هي دي المفارقة. محدش دلوقتي هو هيفرض على كل دول العالم قراره ويمنع كل دول العالم، في دول مش هتقبل. يعني روسيا لا ترضخ للسياسة الخارجية الأمريكية، نعم، الصين ليست في حالة تبعية للسياسة الخارجية الأمريكية. ده أصغر الأطراف الدولية دلوقتي، لو دولة صغيرة جدا أو حتى منظمة تحرير شعبية بتستفيد بالتوازنات الإقليمية والعالمية عشان تحقق ذاتها وعشان ما تبقاش في حالة تبعية. نعم. يعني ما نشهده على الساحة الآن ليس يعني هذا المصطلح، وكثير من المحللين بيرونه بأنه نوع من الحرب الباردة. هناك زي ما حضرتك تفضلت اختلاف واضح بين الإدارة الأمريكية وفيما يخص الملف النووي الإيراني، وأيضا الصين وروسيا من جهة. تفضل. نعم، أنا أقول لحضرتك هو في حالة توازن استراتيجي بين الأطراف الدولية، لأنه كل طرف عنده من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لتدمير الطرف الآخر، فما فيش طرف قادر على أنه يدخل في مواجهة عسكرية نظامية مسلحة مع الطرف الآخر. بالتالي ده فتح الأبواب على مصارعها إزاء أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأخرى. يعني زي ما قال أحد قادة الدولة العربية لزميله، ما احنا لو رمينا قنبلة نووية على دمشق احنا أول من يكتوي بنيران الأشعة، فاحنا ما نقدرش نرمي عليهم قنبلة نووية، احنا نسلحهم ونقلمهم على بعض وهم يخلصوا على بعض، وده اللي حصل فعلا. يعني إدارة الأزمات دلوقتي وتنفيذ السياسة الخارجية بيتم عن طريق أدوات أخرى غير المواجهة العسكرية الشاملة، إثارة نعرات طائفية إقليمية، خلق بؤر توتر واقتتال إقليمي، الفوضى الخلاقة كما ذكرتها كوندوليزا رايس من قبل، وده بيحقق العائد بأقل تكلفة وبدون مخاطرة وبدون ما يبعث جيشه النظامي يكتوي بنار الحرب كما اكتوى بها في فيتنام أو في البلاد الأخرى اللي تدخل فيها بشكل مباشر. نعم. فإدارة الأزمات عن طريق وسيط وعن طريق افتعال المشكلات المحلية والإقليمية وعن طريق العقوبات الاقتصادية عن طريق الضغوط والتلويح بالقوة. طيب أنا هستأذن حضرتك دكتور ماهر وسأتجه إلى العاصمة البريطانية لندن، ومعي الإعلامي من هناك أستاذ خالد مصطفى. بعد التحية لحضرتك يا فندم، نحن نقوم اليوم بالتحليل في مشهد هذا اليوم فيما يخص زيارة هانت إلى طهران وزير الخارجية البريطاني. كيف تنظر الأوساط البريطانية لهذه الزيارة؟ الكريم، بالفعل قام وزير الخارجية البريطاني هانت بزيارة مفاجأة، هي الأولى للخارجية البريطانية إلى طهران بالأمس لمناقشة بعض الملفات الهامة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحديدا وطهران، والملفات المتعلقة بتدخلات إيران في المنطقة مثل تدخلها السافر في سوريا والعراق واليمن، وما هو الدور التكتيكي الذي سوف تلعبه طهران في حال وقف الموقف على وقف إطلاق النار في اليمن، وما يدار الآن في أروقة الأمم المتحدة حول الاتفاقية للسلام في اليمن. هانت في المقام الأول يبحث عن الدور التكتيكي لإيران في هذه الإشكالية
بالذات، وقد ناقش خلال الزيارة أيضا عملية التزام إيران الكامل ببنود الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015. ولكن تأكيدات هانت بالأمس كانت بتتلخص في أن بريطانيا لا تتوافق مع التوجهات الأمريكية الخاصة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات مثل النفط والمصارف والنقص في إيران، لأن بريطانيا من الدول التي لها استثمارات تتعدى المليارات داخل طهران، ومن مصلحة بريطانيا أن تكون الأمور أو تسير الأمور بطريقة يعني أفضل مما تسير عليه الآن. طب هذا يعني حضرتك بتقول لي لا تتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بأنها يعني من النواحي الاقتصادية لها أشياء فيما يخص استثمارات داخل طهران. طيب يعني إذا ذكرنا على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر إلى هذا في حالة عدم التوافق بينها وبريطانيا، خاصة أن نحن نعلم العلاقات الأمريكية البريطانية؟ انها علاقات استراتيجيه. نعم. العلاقات البريطانيه. نعم. الامريكيه علاقات استراتيجيه بالفعل، هي التوجهات البريطانيه لا تتوافق مع التوجهات الامريكيه، لان امريكا اخذت قرارها احادي الجانب دون استشاره الجانب البريطاني. امريكا الولايات المتحده اوقفت التعامل مع ايران بقرار احادي الجانب، لم تستشير فيه بريطانيا او احد دول الاتحاد الاوروبي او احد الدول الخمس الكبرى الموقعين على اتفاق 2015، ودون ان تحصل الولايات المتحده ايضا على دعم عالمي او دعم دولي يرجح كفه الامريكان في عمليه الايقاف. ولكن بريطانيا تتزعم المجموعه الانسحاب الاوروبي الانسحاب من الاتفاقيه. بريطانيا تتزعم لسبب قوي جدا، ان ايران حتى هذه اللحظه التزمت ببنود الاتفاق التزاما كاملا، ولكن التخوف هو ناتج عن السلوك المشين للاداره الايرانيه في مثلث النزاع في الشرق الاوسط، سوريا والعراق واليمن. هذا ما تسعى اليه الاداره البريطانيه، تحاول ان ترى على الطبيعه حقيقه الدور الذي سوف تلعبه ايران في يعني حضرتك يا استاذ خالد عايز تقول التدخل السافر الذي تقوم به الاداره الايرانيه فيما يخص منطقه الشرق الاوسط. طيب التدخل السافر وتزويدها الحركات المتشدده سواء كانت الحوثيين او بعض الحركات التابعه للشيعة داخل العراق او بعض الحركات المتشدده داخل سوريا، وتزويدها بالاسلحه حتى المحرمه دوليا. طب هذا الطرح كيف تنظر له بريطانيا؟ بريطانيا هي يعني على الرغم الخلاف الشديد ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، الخلاف الظاهري. نعم. ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي على اثر خروج بريطانيا دون اتفاق متوافق عليه من الجانبين حتى الان، الا ان بريطانيا لا تزال في هذا الملف بالذات هي لسان الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي له شراكات اقتصاديه كبيره وضخمه داخل الاراضي الايرانيه، ويحافظون على عدم خروج ايران من الاتفاق النووي، لان ايران لو خرجت من الاتفاق النووي من الممكن ان تقوم بتصنيع القنبله الذريه او القنبله النوويه كما تهدد الكيان الامريكي في كل لحظه من هذه الاوقات. نعم. طيب استاذ خالد، يعني في ظل الحديث اللي احنا بنتحدث عنه الان، ما هو المتوقع من أصداء هذه الزيارة؟ يعني حضرتك زي ما ذكرت، أنا ذكرت في مقدمة هذه الحلقة بأنها زيارة فارقة، حضرتك قلت لي زيارة مفاجئة، ما الذي يمكن أن يتوقع من هذه الزيارة؟ الولايات المتحدة بتأمل من حلفائها، يعني مثل حلفائها الأقوياء مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن يضغطوا على النظام الإيراني وتكون هناك تعديلات كما يرغب الجانب الامريكي على الصفقه النوويه. لكن الاتحاد الاوروبي بالامس صرح الناطق الرسمي للمجلس التنفيذي للاتحاد الاوروبي بان الاتحاد لا يرى ضروره في ادخال تعديلات على الصفقه النوويه مع ايران،
بل الاتحاد سيلتزم مع ايران ضد الولايات المتحده، ودي هتكون نقطه فارقه في المفاوضات في المرحله القادمه. نعم. طيب فيما يخص الكيان الاوروبي، نحن بالفعل شاهدنا تصريحات ماي. هل يمكن القول بان هذه الزياره تاتي في هذا التوقيت للفت النظر للملف النووي الايراني بعيدا عن الاوضاع الداخليه البريطانيه؟ تريزا ماي تحاول ان تثبت للاوروبيين ان بريطانيا ما زالت تمسك بخيوط اللعبه، وبريطانيا ما زالت في قلب الاحداث الاقليميه والدوليه والعالميه. بريطانيا ليست بعيده تماما عما يحتاجه الاتحاد الاوروبي، وهذه الزياره ذكيه جدا، وفي وقت هناك صراع شكلي ما بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. لكن الزياره اعتقد انها متفق عليها ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين بريطانيا للوقوف بجانب ايران، وعدم المضي قدما في خلق نوع من التعقيد في الاتفاقيه قد يعاني منه العالم في المرحله القادمه. نعم. من لندن استاذ خالد مصطفى الاعلامي من هناك، شكرا جزيلا لهذه المتابعه. دكتور ماهر، الحقيقه انا طرحت العديد من النقاط مع يعني استاذ خالد من العاصمه البريطانيه لندن، كان عبر الهاتف معنا الان. أنا هتحدث مع حضرتك عن العلاقات الأمريكية البريطانية وهذا الاختلاف الذي حدث بينه. طبعا هو في خلاف بين الطرفين، وبريطانيا لا تقر السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني إقرارا مطلقا. هو في خلاف بين الطرفين، والخبرة الواقعية أثبتت أنه إيران طرف عالمي وإقليمي قوي ولا يمكن تجاهله، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فرض الإرادة على طرف مستضعف. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، الدولة العبرية راحت بمنتهى السهولة ضربت المفاعل النووي العراقي، ما ضربتش ليه مفاعل نووي إيراني؟ إنها تحسب لإيران ألف حساب. الولايات المتحدة لم تجرؤ على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، لكن قدروا يفجروا اقتتال إقليمي بين العراق وبين إيران استمر 8 سنوات، ويسندوا الطرفين ويسلحوا الطرفين ويحتفظوا بنيران الحرب مشتعلة بين الطرفين 8 سنوات، وانتهت الحرب بعد 8 سنوات إلى لا شيء. كل طرف على حدوده، وكل نظام قائم في الدولة اللي هو فيها، ولم يحدث شيء غير الخراب والدمار على مدى 8 سنوات. لكن كان هناك مكاسب للكيان العراقي في هذا الوقت، لكن سقط بعد كده. نعم. الكيان العراقي يعني هو ما حصلش على مكاسب لوجستية، يعني ما احتلش جزء من إيران، هو دمر كتير في إيران، وحصل تدمير كتير في العراق، وحصل خسائر بشرية رهيبة، حصل خسائر مادية رهيبة، وهو ده المقصود. يعني ده هما الهدف في المنطقة هو إثارة الاقتتال الإقليمي ده بين كل طرفين يمكن أن يقتتل لتدمير البلدان. نعم. في المنطقة من داخلها دون تكلفة شن حرب نظامية عليها. نعم. وشفنا طبعا المشهد في سوريا وصل لإيه، وشفنا المشهد في اليمن وصل لإيه، وشفنا المشهد في ليبيا وصل ليه. فهو المطلوب من الأطراف الإقليمية أنها تدرك ذلك، ويعني اللي أنا قلته في المشهد من كام سنة في المشهد اليمني، يجب أن يقف الاقتتال فورا وأن يذهب الجميع إلى طاولة حوار، بيقولوا دلوقتي. طب يعني بعد كام سنة من الخراب والدمار في اليمن أفقت إلى أنه يجب أن يقف الاقتتال فورا وأن يذهب الجميع إلى طاولة حوار؟ ما كان من الأول، يعني لازم تخربوا البلد وتفنوا الناس وبعدين تفطنوا الى انه الاحتكام الى السلاح لا يمكن هيحل اي معادله اقليميه، وانه لابد من التوافق والذهاب الى طاوله حوار. فمطلوب من الاطراف الاقليميه ان تفطن لتلك الحقيقه. نعم. الاحتكام الى السلاح لن يحل شيء، وان الاحاديه لن تحل شيء، وانه العقوبات الاقتصاديه لن تحل شيء، وانه المطلوب درجه من درجات التفاهم الاقليمي بين الاطراف
كلها. طيب يعني سأتحدث عن النقطة التي ذكرها أستاذ خالد والتي طرحت خلال هذه الزيارة لوزير الخارجية البريطاني، دعم طهران للكيانات الإرهابية المتطرفة. يعني بريطانيا نعلم جيدا أن هناك كيانات كثيرة يعني نادينا كثير بتسليم هؤلاء الأشخاص لأنهم مطلوبون فيما يخص الملف الإرهاب. كيف يمكن النظر لهذه المسألة؟ هو مصطلح الإرهاب مصطلح خلافي، من أكثر المصطلحات اللي تعددت استعمالاتها وتعددت تعريفاتها واستعملها كل طرف لأغراضه الخاصة. يعني في منظور الإدارة الأمريكية والدولة العبرية كل مقاومة لإسرائيل تبقى إرهاب، أي مقاومة لإسرائيل تبقى إرهاب، يعني يدخلوا الإسرائيليين. وإسرائيل تتهم مباشرة إيران بالإرهاب أيضا. يعني مصطلح الإرهاب ده من أكثر المصطلحات اللي تلاعبوا بيها واستعملوها لأغراضهم السياسية، زي ملف حقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان لم يكن خالصا لوجه الله، ده قياده موريتانيا بالتغاضي عن ملف حقوق الإنسان فيها نظير أنها تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية. فده بيستعمل كورق الضغط في كتير من الحالات، ما بيكونش هو خالص لوجه حقوق الإنسان. فمصطلح الإرهاب بيستعمله كل طرف لوصم الأطراف المعادية له أو المناوئة له بوصمة الإرهاب. احنا في حاجة لضبط المصطلح، لأن ده مصطلح نشأ في الفقه السياسي بدلالة مختلفة تماما. مش كل استعمال للقوى المسلحة هيبقى اسمه إرهاب، ومش كل مقاومة للدولة العبرية هيبقى اسمها إرهاب. فاحنا محتاجين لضبط المصطلح ولضبط المعادلة، ومحتاجين عارف حضرتك يا فندم الأمور شائكة، لأن هناك يعني تدخلات إقليمية و يعني بتدخل في كل الملفات، الملفات أصبحت شائكة. لذا يعني ونحن نتحدث عن الإرهاب هو كل من يقوم بأعمال عدائية ضد المدنيين العزل بطريقة أو بأخرى، ولكن الأمور أصبحت شائكة يا فندم، متداخلة. نعم متداخلة للغاية. ولذلك أنا أرى أن قدس الأقداس في حل المعادلات الإقليمية دي كلها هو درجة من درجات التواصل والتفاهم. يعني ما نقفلش باب الحوار، ما نقفلش باب التفاهم. دلوقتي حتى الدول اللي بتبقى داخلة في حروب بتحارب بعضها في الميدان، بيبقى في درجة من درجات الاتصال بينها عشان تحط القتال في إطار معين، عشان ما يتجاوزش حدود معينة. يعني ما نغلقش باب التواصل والتفاهم مع كل الأطراف الإقليمية. يعني مش بالضرورة الخلاف يعني الاقتتال، مش بالضرورة الاختلاف يعني الصدام. لازم نركز قوي في المرحلة دي على مد جسور التفاهم والتقارب. طب يعني خلينا نتكلم في ظل ما تقوم به إيران وما نشهده على الساحة العربية والإقليمية، حضرتك شايف أن لغة الحوار يمكن أن تتم، خاصة مع زي ما حضرتك ذكرت الآن كل هذه الملفات، الحوثيون فيما يخص الملف السوري، التهديدات المستمرة لدول الخليج، ما زالت أيضا تحتل طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الإمارات العربية المحتلة. كيف يمكن أن يكون هناك نوع من الحوار ونحن نعلم الأطماع التاريخية الفارسية؟ إيران ساندت الدولة على مدى في بينا نقط التقاء. هم قالوا الدولة السورية خط أحمر، وقالوا إنه خلال جيش الإيراني نحن مع الجيش السوري لأنه بيقوم بمحاربة الكيانات الإرهابية، والعالم كله أصبح مع الجيش السوري دلوقتي. نعم. حتى اللي كانوا ضد جبهة لسبب، قالوا إيه البديل للدولة السورية والجيش السوري؟ الفوضى، عشرات العصابات المسلحة المختلفة في أجندتها. ولكن لازالت إيران بتتدخل في الملف السوري وبتدعم هذه الكيانات. إيران بتدعم الدولة السورية. إيران ترى أنه بقاء الدولة السورية خط أحمر بالنسبة لها. فيما يخص الرئيس
بشار الأسد، ولكنها أيضا بتقوم بأعمال أخرى داخل، بتقوم بأعمال لمساندة الجيش السوري والدولة السورية. نعم. وإحنا بنساند الدولة السورية. طب ما إحنا بنلتقي هو على عادة، في بينا نقطة لقاء أهي، إنه إحنا وكتير من الأطراف العالمية والإقليمية التقت على إنه سقوط الدولة السورية خطر جدا على النظام الإقليمي وخطر جدا على المشهد الدولي. حتى اللي كانوا بيراهنوا على إسقاط الدولة السورية أو على إسقاط الحكومة السورية عادوا وأفاقوا وقالوا إنه البديل هيكون مروع، وإنه ترك سوريا ساحة مفتوحة لعشرات العصابات المسلحة المختلفة في أجندتها، المختلفة في مصادر تمويلها وتسليحها، المختلفة في أهدافها وفي اتجاهاتها، سيكون خطر داهم ليس فقط على سوريا ولكن على المنطقة وعلى العالم بأسره. طب ليه ما نبحثش عن نقط الاتفاق والتفاهم والتلاقي؟ وليه ما نفتحش قنوات الحوار والتفاهم عشان نلتقي على حلول وسط وعلى نقاط اتفاق؟ ما هو الداخلين في المشهد الإقليمي كلهم أطراف أصيلة موجودة في المنطقة، ما هم مش دخلاء. الأطراف الأخرى بتمول بتسلح بتدرب لكن بتسيب أهل الدار يقتتلوا. فليه ما ندعوش أهل الدار في كل بلد وفي النظام الإقليمي ككل إلى طاولة حوار ونبحث عن نقاط التفاهم والتلاقي والحلول الوسط؟ يعني في المشهد اليمني يعني هنسيب أحد الطرفين يفني الطرف الآخر؟ ده مستحيل. فلابد من طاولة حوار. المشهد السوري انتهى إلى إقرار كل الأطراف بالمحافظة على الدولة السورية، ما هي دي نقطة التقاء بيننا وبين إيران أهو، بين مصر وبين إيران. يعني كل هذه المشاهد في حاجة إلى إعادة نظر على أساس التفاهم. يعني أنا هعود مع حضرتك مرة أخرى لمسألة إيران، خاصة بأن كان على مسمع ومرأة خروج آمن لتنظيم داعش الإرهابي بعتاده، وكانت إيران بتتابع هذا الموقف ولكنها لم تتخذ أي شيء في هذا الوقت في الخروج من العراق. طب أنا هستأذن حضرتك، أنا معي الدكتور الباحث هاني مسرور، باحث سياسي يمني من العاصمة السعودية الرياض. أنا برحب بسيادتك أستاذ هاني. وكيف هل يمكن التعويل في المرحلة المقبلة أن يكون هناك حل للأزمة اليمنية، خاصة في ظل ما نشهده من تعنت الحوثيين؟ بداية مساء الخير سنور يا فندم والمشاهدين والمشاهدات الكرام. بالتأكيد من الصعوبة بمكان الحديث عن حل سياسي في ظل الأوضاع الراهنة حاليا والموقف الميداني على الأرض. ندرك تماما أن الخطة البريطانية أو المشروع البريطاني الذي يقوده المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث تصطدم بكثير من العراقيل، لعل يمكن أهم العراقيل التي طلعت ما حدث بالأمس بعد إعلان الحوثيين وقف اطلاق الصواريخ على المملكه العربيه السعوديه، ما بعدها بست ساعات فقط تم خرق الهدنه في اكثر من موقع، وهذا دليل حقيقه على الصعوبه الحقيقيه للتفاهم مع ميليشيات الحوثي. للاسف الشديد انه التحرك البريطاني وكذلك الصحوه الامريكيه الاخيره في الملف اليمني غير قادره على استيعاب المشهد السياسي في اليمن. التعقيدات اليمنيه اعتقد انها من الصعوبه بمكان التحدث عنها بالطريقه والصيغه البريطانيه والامريكيه المطروحه حاليا. الحديث عن وقف اطلاق النار مع منح الحوثيين لميناء الحديده اعتقد انه هذا فيه اشكاليه كبرى في التعقيدات المساله اليمنيه، ستؤسس بالتاكيد لصراعات سياسيه قادمه. على الحوثيين حقيقه ان يبدوا بالفعل الخضوع للقرار 22/16. المجتمع الدولي او المجتمع اليمني تحديدا ليس في حاجه الى كثير من المساومات او حتى الى القرارات الدوليه الجديده، لدينا قرار 22/16 هو يكفي، مجرد تنفيذ القرار الدولي الصادر في ابريل 2016 في 2015 اعتقد بالتاكيد سينهي هذا الصراع اليمني. للاسف الشديد هناك يعني مع هذا القرار الاممي ومع التدخل بالنسبه لايران فيما يخص الحوثيين، حضرتك شايف كيف يمكن ان يكون مستقبل ايران في ظل التدخل الايراني عن طريق الحوثيين؟
من الطبيعي يعني اليوم نحن نشاهد محاولة الوزير الخارجية البريطاني تحديدا نعم. السفر إلى زيارة طهران ولقاء القيادات الإيرانية، أنه طبعا هو في محاولة لدعم المبعوث الأممي السيد مارتن والدفع بالعملية السياسية في اليمن، لكن من الصعوبة بمكان أن يكون الملف اليمني من باب المقايضة في الاتفاق النووي. ندرك تماما أن هناك محاولة بريطانية وكذلك من الاتحاد الأوروبي للمقايضة في الملف اليمني في مقابل التصلب الأمريكي في فرض العقوبات الأمريكية. يفترض حقيقة النظر إلى تعقيدات المشهد السياسي في اليمن بمعزل عن كل هذه المقايضات الخارجية. علينا أيضا أن نعود بنقطة جدا مهمة، وهي أن السعودية من 2011 منذ تدخلها بما يسمى الربيع العربي، السعودية تدخلت في اليمن عن طريق المبادرة الخليجية وحرصت من 2011 إلى 2018، نتحدث عن 7 سنوات، والسعودية تحرص على عدم تدويل الملف اليمني. تدويل الملف اليمني يعني استنساخ للأزمة السورية، يعني استنساخ للأزمة العراقية، يعني الأزمة الليبية. اليمن ما زال قادر أن يحتويه المجتمع العربي والإقليمي، قادرين على التأثير فيه، ولكن يجب الضغط على الحوثيين عن طريق الأمم المتحدة. نحن لسنا بحاجة لإصدار قرارات أو الذهاب إلى طهران بمقدار ما نحتاج إلى الضغط على الحوثيين للتنازل عن الحديدة. في حال تم تسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية أو حتى إلى في رأيك ما هي أدوات الضغط؟ أدوات الضغط كثيرة بالنسبة للمجتمع الدولي، يستطيعون فرض عقوبات على الميليشيات الحوثي. للأسف الشديد لاحظنا العقوبات تفرض مثلا على حزب الله اللبناني، بينما النسخة اليمنية من أذرع إيران إلى هذه اللحظة لم يتم التعامل معها بصرامة وبجدية، ليس فقط من قبل الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، بل حتى من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد التعامل مع الأذرع الإيرانية بالأسلوب الجديد الذي اتخذته الولايات المتحدة بما بعد الخروج من الاتفاق النووي في مايو 2018. كان يفترض وكنا نتوقع حقيقة أن تكون إدارة ترامب متوجهة بشكل سريع باتجاه الحوثيين وبدأ التعامل معهم بشكل صارم، لكن للأسف ما زال المراهنة على استفزاز المنطقة العربية، على استفزاز دول التحالف في اليمن. أعتقد أنه واحد من الرهانات الكبيرة بالنسبة للكثير من المصالح الدولية المتداخلة في الأزمة اليمنية. لكن يبقى الحقيقة ما زلنا نشعر بمخاوف حقيقية من مسألة تدويل الأزمة اليمنية، لأنه بالتأكيد في حال تم تدويل الأزمة اليمنية ودخول أطراف دولية في الصراع اليمني، أعتقد سيكون الوضع أكثر سوء مما هو حاصل حاليا. نعم. السيد هاني مسرور الباحث السياسي اليمني كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لحضرتك. عودة دكتور ماهر لحضرتك مرة أخرى، يعني خلينا نستخلص ما تحدث عنه الآن يعني أستاذ هاني من الرياض. إذا صدقت النوايا هناك تعهدات كثيرة بتحدث، ولكن النوايا بتبقى في النهاية ليس صادقة، هناك دائما اختراق للكيان السعودي من قبل الحوثيين. تفضل يا فندم. الخطر الرهيب في المشهد الإقليمي أنهم فجروا تناقضات بين أطراف أصيلة في المشهد الإقليمي وليست أطراف دخيلة. يعني لما تكون في قوة احتلال أجنبية في بلد وتقودي مقاومة شعبية ضد قوة الاحتلال دي، زي ما حصل في كتير من بلدان العالم، زي ما حصل في جنوب لبنان في احتلال من الدولة العبرية، من الجيش الدولة العبرية، وفي مقاومة شعبية من اللبنانيين. لما المقاومة الشعبية حققت انتصارات متوالية انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. لكن المأساة في المشهد الإقليمي أنهم فجروا تناقضات بين أطراف أصيلة ما فيش طرف منها ينسحب. يعني أنت لما تفجري تناقض زي ما حصل مثلا بين السنة وبين الشيعة في العراق، أو بين اليمنيين الشمال والجنوب، بين الشمال وبين الجنوب في اليمن، أو بين العلويين وبين السنة في سوريا، فجري، أو زي ما حصل في الحرب الأهلية اللبنانية زمان، فجري تناقضات بين أطراف أصيلة في المشهد ما فيش طرف منها ينسحب. ده هم مكونات أصيلة في المجتمع السياسي. للأسف يعني هذه الكيانات ليست لديهم يعني الجيوش النظامية، يعني الجيوش النظامية
وحمدا لله علينا في مصر لأن الجيوش النظامية هي التي تحمي الأوطان يا فندم. احنا عندنا في مصر دولة مركزية قوية، ولذلك أنا قلت من زمان، من سنين طويلة، أنا لا أخاف على مصر السيناريو السوري ولا السيناريو العراقي ولا السيناريو الليبي ولا حتى السيناريو اليمني. مصر بطبيعتها دولة مركزية قوية صلبة متماسكة، وكل ما يمكن يحدث في مصر هو الجريمة السياسية من حين إلى حين، والجريمة السياسية لا يوجد مجتمع في العالم يستطيع أن يمنعها منعا نهائيا مهما بلغت درجة تقدمه أو تحضره. يعني واحد راح فجر قنبلة في مكان ولا أطلق رصاص في مكان هتمنعيه إزاي؟ يعني يمكن بس حصار الجريمة السياسية عن طريق تشديد الإجراءات الأمنية وملء الفراغ الديموغرافي وعدم السماح بوجود مجرمين يتغلغلوا بين التجمعات البشرية. فيمكن يعني إيه الحيلولة دون انتشار الجريمة السياسية، لكن لا يمكن منعها منعا نهائيا. فمصر خارج هذا المشهد، لكن أنا بتكلم على البلدان اللي ما فيهاش جيوش نظامية قوية أو فيها بؤر للتناقضات الطائفية المذهبية الدينية القومية يمكن تفجيرها زي تفجير الصراع العربي الكردي في العراق أو في سوريا، زي تفجير الصراعات الطائفية والمذهبية في كتير من البلدان العربية. دي ملهاش حل غير التفاهم، غير طاولة حوار. بس مفيش طرف هيبيد الطرف الثاني. دائما نقول الحديث بقية. الدكتور محمد ماهر قابيل المحلل السياسي والكاتب، شكرا جزيلا يا فندم على هذا التحليل. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذا المشهد، لكم تحية كل فريق العمل.